نشتلو في الدردار الساشيه تخلصوا لينا راح نديرهم في البيادن بيادن تاع القرع تاع الماء وتاع الكازوز وتاع الزيت. هذا هو هذه هي الزريعه تاع الدردار تلقى فيها واحد العلفه لداخل هذه هي العلفه تاعها. الشجره هذه معمره وتكبر بزاف والخشب تاعها من افضل انواع الاخشاب تقدر تستعملوا الاثاث وتستعملوا في نفس الوقت الخشب مضغوط وتقدر دير فيه حتى الفحم المضغوط. شوف الكميه هذه نحيت شويه بركه نحيت شويه بركه يبان لك واحد 2000 ولا 3000 شجره. شوف الكميه نحطوا التراب ونغرسوا هي سهله ما من اسهل الاشجار للتشتيل. حط برك الشجره معمره ويزبروها كل عام حتى العامين وكتزبرها الخشب هذاك تقدر تستعمله تخدم به مثلا الخشب الحطب المندياف وترحيه وتخدم به الحطب تخدم به الاثاث والا ترحيه وتخدم به السمد الطبيعي والا ترحيه وتخدم به فحم مضغوط وريش تاعها ثاني يتكل تقدر تخدم به ثاني سمد طبيعي. هذه بربي ان شاء الله نمدها للمدينه تاعنا والله معول ثاني مدينه العلمان نمد لها شويه هي مدينه مجاوره ولكن نمد لها شويه اذا كفوا. نغسلوا الشجر نقصوا شوف القرع هذا تاع الكازوز لا تنمى نقصوا الجهه الفوقانيه ونثقبوه من الاسفل هكذا قبه الماء ما يبقاش في التراب وما تخمش ما تعفنش ثقبها بالموس نفسه وما لقيتش كيف نثقبنا بالك بيد وحده حط التراب وخدم هكذا ثقبها هكذا اقراها من تحت بيسيح ما يبقاش الماء مخزن في التربه روح عمرها بالتراب وزرع هكذا ها التراب هز بيدك ديري الله كاش قوطي والله هكذا هكذا هذا مكان حنا التراب تاعنا شويه خصب عليه تما هز ديريكت منين تهز يصلح. حط القوطيه تاعك هنا هكذا تجيب الزريعه حط زوج ثلاثه ما تهمش اللي تنبت المهم نبتو بزاف قلع هكذا ومن بعد كي تنبت تكبر غير تكبر انا وحطو في الظل تاع الشجره باه ما يتبخرش لنا بزاف وينبت مليح كاين بزاف شتله هادي كامل نمدها حنا قابين بها الوقت وفي نفس الوقت تبدل شويه الحاله هكذا اثقب هذه هنا حتى الدغدغ ما تخافش منه ديرو شويه بعيد على بعضهم مثلا لانه هو من الاشجار المتساقطه قادر في الشتاء تقلع نقولو مثلا نبتو ثلاثه تقلع وحده وتتغرسها ما عندهاش مشكل تنبت عادي كما هذا نقولو راني في 5 دقائق زرعت واحد 35 هكذا 30 كنت غرسيمتو لك في كل قوطي ثلاثة معناتها 90 100 تزرع لك نقولو واحد 100 متر غرسيف حتى 100 متر 1000 غرسو لك واحد كيلو وهي شوف تقدر تنحي منو تصور واحد كيلو قداه كمية قداه قنطار ولا كيلوغرام تاع الخشب تقدر تنحيه منه باه تصنع منه الخشب المضغوط ولا الفحم المضغوط ولا السمد الطبيعي راهي كميه كبيره انا بالك فكره بسيطه واش هو لازم تكون جمعيه تستقبل هذه الشجر لان انت كشخص ما تلقاش قادر تزرعهم وما تلقاش حتى لمن تمدهم وتولي ترميهم تسمى لازم تلقى جمعيه محليه تستقبل تاعك هذا الشتل مدة لما تعداش 5 دقائق شوف قداه شتلت واحد 30 ولا 40 هكذا كل قرعة حطيت فيها 6 بذور مهما ينبتو 3 نورمال نقطعهم بعد لان هذه الشجرة متساقطش الاوراق الضاده نقدروا نقلعوها نعاودو نغرسوها في الشتا تنبت عادي هذا راح نغرسوها في المدينة هي مكاينش افضل منها كشجرة ظل وتنحي منها ثاني الاغصان كي تزبر تقدر ديرو حتى مشروع اقتصادي مثلا للبلديات يرحيو الخشب هذا كيستعملوه يبيعوه كالشركات صناعة الخشب المضغوط ولا الشركة صناعة السمد الطبيعي ولا الفحم المضغوط وبتعرفوا الشجرة هذه هي ها
هاي جايه نبته هنا في الجنان، هذه هي انبتها عالي جدا.